فينا نستخدم الـ AR أو الأوملاوت AR اللي هي الأحرف الصوتية مع الـ AR بنفس الكلمة، إما لما نشوف إنه الكلمة هي محايدة. محايدة لما نشوف الكلمات محايدة معناتها فينا نستخدم معها الـ AR أو الأحرف الصوتية مع الـ AR. طيب راح تقول لي أبو نزار كيف يعني؟ راح أعطيك أنا بعض الأمثلة اشرح لك هذا الكلام خلال الأمثلة. إخواني قادر داس كيند دي كيندا. داس كيند يعني طفل. كيف عرفت أنا إنه هذا محايد من الداس؟ إخواني أداة التعريف حكيناها نحن بالدروس اللي قبل إنه هاي أداة التعريف تبع المحايد. داس كيند بيعتبروهم بألمانيا محايد. داس كيند طفل، دي كيندا أطفال. شو ضفنا بالآخر إخواتي؟ إر إر. هون بألمانيا إخواتي بيقولوا لها إر، للري بيقولوا لها إر. نعم، فدي كيندا دي كيندا ما بيقصدوا هون للري، ما بيقولوا دي كيندا كيند دي كيندا. تمام حبايب؟ جنيه استفادة داس جرا داس جرا دي غريبا دي غريبا داس جرا القبر دي غريبا القبور داس جرا القبر دي غريبا القبور. شو ضفنا لها؟ ضفنا لها حرف صوتي، بدلنا الحرف العادي الحرف الصوتي فوق نقطتين بالإضافة للـ AR. داس جرا دي غريبا. The next day, das Haus, die Häuser. Das Haus, die Häuser. Das Haus, die Häuser. كمان das Haus, المنزل أو البيت. Die Häuser, البيوت أو المنازل. Die Häuser, كيف عرفناها من هذا المحايد؟ مثل ما قلنا من الداس. من الداس. من الداس صوتي يعني هاي الكلمة محايدة. لا مؤنثة ولا مذكرة، هاي كلمة محايدة. داس هاوس دي هويسر ضفنا لها إيه اللي هي حرف صوتي زائد الإيه غير. داس ليد دي ليدر. داس ليد دي ليدر. إذا إخواتي داس ليد غنية غنية، دي ليدر أغاني أغاني. شو ضفنا يا إخواني هون بالآخر؟ فقط إيه غير صارت أغاني. كيف عرفناها؟ نرجع نقول من أداة الأداة داس. شو الأداة داس؟ هي أداة المحايدة. تمام حبايب؟ ننتقل للقسم الثاني اللي هو الإس. إيمتى نضيف إس؟ بآخر الكلمة بالنسبة للجمع. كيف بنضيفها؟ لما تنتهي، لما بتشوف أي كلمة بنهايتها في حرف أ أو إي أو 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 معناتها نحن منضيف حرف إس بأكثر. طبعا هون كمان بأكثر إخواتي الأسماء المحايدة منضيف هذا الحكم. هون بأكثر الأسماء يلي بتنتهي بأ أو إي أو 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 نحن شو منضيف؟ منضيف اس. او الكلمات الانجليزيه، كيف الكلمات الانجليزيه هم اللي عم تعلم الماني؟ هون اخواتي بالمانيا في كلمات بالانجليزي او عالميه، كلمات عالميه بينطقوها كمان الالمان نفس الانجليزي، يعني باللغه الاجنبيه بينطقوها نفس الشيء. مثل مثلا هون سي دي، هن كمان عندهم هون بيقولوها سي دي. اخواتي اذا قدر نخمة ا اي او او، اذا انتهت الكلمة بهدول الحروف معناتها نضيف لاخر الكلمة حرف اس للجمع. مثل دي سي دي دي سي ديز دي سي دي دي سي ديز. السي دي السيديات السي دي السيديات ضفنا حرف اس. ليش؟ لانه هاي الكلمه طبعا ما تهدي هدول الحروف ولكن هي كلمه انجليزيه. الالمان اخذينها هاي الكلمه عالميه. شو رايك اخواتي؟
فبنضيف له بالاخر اس. داس فوتو دي فوتوز. داس فوتو دي فوتوز. الكلمة انتهت بحرف الاو، اذا بنضيف لها حرف اس نهايتها بتصير الصورة الصور. الصورة الصور. داس فوتو دي فوتوز. The next قاعده دي كاميرا دي كاميراس. دي كاميرا دي كاميراس. دي كاميرا دي كاميراس. الكلمه انتهت بحرف ا، لانه انتهت بحرف ا فبنضيف نحن حرف اس في نهايتها. كمان هي كلمه فينا نقول كمان عندنا انجليزيه فينا نقول اللي هي كاميرا، اللي بنعرفها احنا كاميرات. كاميرا كاميرات، جمع كاميرا كاميرات. داس ريستورانت دي ريستورانتس. داس ريستورانت دي ريستورانتس. كمان نحن هاي الكلمة ريستورانت اللي هي كلمة إنجليزية، ولكن نحن نقول بالألماني ريستورانت. تمام اخواتي، هي كلمة إنجليزية ضفنا لها بالآخر حرف اس. هيك ان شاء الله بنكون انتهينا من اربع اضافات. هدول الاضافات رح تلاقوهم بكثير كلمات، واول ما رح تشوفوا الكلمه رح تتذكروا انه فراس قال لي لما نلاقي الكلمه محايده بنضيف ار، ولما بنشوف اسم محايد ممكن نضيف اذا لقينا ار في وسط الكلمه بتصير اي او اللي هي اي زائد بالاضافه الى اي ار باخر الكلام، او إذا لقينا الكلمة تنتهي بـ A E O U بنضيف لها بنهاية الكلمة S، أو إذا لقينا الحرف الكلمة الإنجليزية مثل CD كاميرا ريستورانت هذا الصيد كمان فوتو مثلا بنضيف بنهايتها حرف الـ S. خليكم معنا لنكمل باقي الفيديو.